مما لم تعد ممكنة في عصرنا الحالي. وبالتالي فإن مقتضيات الوعي تدفعنا إلى أن نحدث سلوكنا اليومي. فإذا أدخلنا نحن قيم الحق والخير والجمال، سيكتمل الإنسان فينا في هذا العصر، وليسقي الله هذه الأيام فعلا. شكرا. نبدأ الآن بعرض برنامج هذا التوقيع. في هذا التوقيع، في هذا الاحتفال، سنبدأ ببطاقة تعريفية عن الروائي عمر سعيد، ومن ثم نبدأ بالجزء الأول من آراء القراء، نتوقف عند تسجيل صوتي، ثم الجزء الثاني من آراء القراء وتسجيل صوتي آخر، والجزء الثالث من آراء القراء وبعده نستمع إلى تسجيل صوتي أيضا، ثم الجزء الرابع والأخير وبعده نستمع إلى كلمة الروائية عائشة بن نور من الجزائر، ومن ثم هناك مداخلات متفرقة، وبعد أن تنتهي المداخلات نستمع إلى كلمة الروائي عمر سعيد، ونشكر الحضور، وننتهي أيضا بالبطاقة التعريفية عن الروائي عمر سعيد. الآن سنبدأ بالبطاقة التعريفية عن الروائي عمر سعيد. ولد الروائي عمر سعيد في لبنان، البقاع الغربي الصويري، في 1/1/1965. تخصص في الفنون المسرحية في جامعة بغداد، أكاديمية الفنون الجميلة. صدر له لم تكن إيموزار، لكنها كانت ما عدت أنتظر الشتاء، فلا أنت تأتينا ولا المطر، سوق الملح، حكيت النور. له العديد من المسرحيات العامية والفصحى، منها ثورة النساء، يوميات بوجريدة بجمهورية أحلى أرطة، كعشور، الباب العجيب، الناس والناس، صراخ الطمأنينة، ومحاولة القبض على النسيان. نبقى الآن مع الجزء الأول من آراء القراء. بداية أسعد الله مساءكم جميعا، وهي ليست قراءات لما أتى على لسان القراء، بل هي يعني شكر لهم شوي شوي. خليني أعمل إذا ما ليش شايفين الشاشة طبعا حكمة. شكرا. نعم نعم بس لا يغلق المايكات لو سمحت. عم بيقطش كثير. أرجو من الجميع إغلاق المايكات لو سمحت. أوكي شكرا. هي ليست قراءات لما أتى، بل هي توجيه شكر لمن شاركوني الرأي في هذا الكتاب، ولمن يعني بذلوا جهدا ووقتا
ليطلعوا عليه وليقولوا ما أرادوا قوله. سأبدأ بتوجيه الشكر للعزيز الفنان التشكيلي الأستاذ حسن حمام الذي قدم لي لوحة الغلاف والتي هي من إبداعاته الجميلة جدا. فشكرا لك أستاذ حسن حمام. أنتقل أوكي شكرا. أتوجه بالشكر للأستاذ المهندس محمد لؤي المرعبي الذي قام بتصميم غلاف كتاب حكة النور، وله مني كل التحية. كذلك لابد من أن أشكر الصديق العزيز تادي عوض وموقع مرصد نيوز الذي قدم حكة النور عبر موقعه على شكل سلسلة وحلقات منذ كتابة الحرف الأول لحكي تنور. كذلك سأتوجه بالشكر للزملاء في نادي القراءة الذين كانوا يوافقون كتاب حكي تنور بنشر كل ما يأتي على لسان القراء عنه على موقعهم. وكذلك Yeah, and then the volume is here. الأخ الصديق محمد حمود وموقع المدار نت على أيضا مؤازرته لكتاب حكي تنور ولنشر المقالات عنه من فترة لأخرى. كذلك لابد أن أتوجه بالشكر لموقع حصاد الحبر بإدارة الكاتبة سمية تكجي على نشر الدعوة ونشر العديد من المقالات عن كتاب حكي تنور. كذلك سأتوجه بالشكر إلى مؤسسة الإحسان التعليمية، هذه الأسرة التي تحتضنني في إسطنبول في تركيا هنا وتقدم لي الدعم الإنساني والأخوي. مديرها التنفيذي براء والإداري والأكاديمي الدكتور أحمد عبد الحميد ذيب. كذلك أنتقل الآن إلى شكر إلى العزيزة هناء الصاروت والتي قالت كل تلك الحقيقة التي كتبت عنها مثيرة، تنقل لنا الكلمات بكل صدق وحب وتوجه إلينا صفحة. الصديق أو الصديقة الدكتورة سونيا عواد قالت أحببت كثيرا هذا التحليل المتعدد الأبعاد والذي حمل في طياته وجدانا عميقا وحنينا وحبا كبيرا ولم يخلو من الفكاهة ومن التشويق المستمر. أرجو إغلاق المايكات لو سمحتوا. إغلاق المايكات. أنتقل إلى الأخت أحلام، الأخت الكاتبة أحلام زلزلة، والتي قالت فناء يؤجل الفناء ازدواجية الحياة في حكي تمنع من ربط الزور والنفاق بين الماضي والحاضر تحت مسميات مختلفة. سأقوم بإغلاق المايكات بنفسي لو سمحتم. شكرا. المحامي الأستاذة سمية كيبريانوس قالت بدرجة عالية من التجرد منهج الروائي جملة قصص مجتمعية جعلت من دراسته الأنثروبولوجية أتم وأوفى، فشكرا لها. نستمع الآن إلى تسجيل بصوت المحامية سمية كابريانوس.
لمسني أخرج روحي للعلن، قهرني فتح ذلك التلوي، خانقته دفعته، لكن ما ظل مسمارا، غزارة جزارة فاضت له دموعي أشعارا، وما عدت أذكر من زرقة عيني إلا نارا فغارا. الآن إلى الجزء الثاني من آراء القراء. العزيز معاذ عماوي من المملكة الأردنية قال: أنت تستحضر الشخوص بحبها، بقبحها، بالكلمات، كم أنت واضح. أكثر ما شدني ماشي بس سكر لي هالشباك وهالبيبي بني ولاو ولاو ليش عم تقاتبني أنا؟ طيب ما نعرف بس سكرون يتحدث والميكروفون مفتوح. شكرا لك عزيزي، بس نحن في بث مباشر. الله يخليك. أكثر ما شدني في حكي تنور هو الشيء نفسه الذي شدني فيما قبلها، الاستطراد العظيم والاهتمام بالتفاصيل. شكرا لك معاذ. الصديق سليم يونس قال: لقد نبش الروائي عمر سعيد عميقا في تلك الذاكرة البعيدة وانتشل منها قصصا تكاد تكون منسية ليعيد توليدها من جديد ويخرجها إلى العلن بحلة فريدة فيها الكثير من الجمال والحرفية والجاذبية والتلقائية. العزيز محسن يوسف، الأستاذ محسن يوسف قال: يمتعك عمر سعيد في نقل ما يدور على خشبة التنور، يسرد الواقعية بحوارية متقدمة بين أشخاصها لتنتهي بوصلة حكمية تضفي معلومات إضافية تشكل رافداً ودافعاً لقراءة ما يليها. النقيب العزيز محمد المقداد، والذي لا أعرفه شخصياً والذي وصله الكتاب عن طريق دكتورة في الجامعة اللبنانية لها كل الشكر، أرسل إليها بتعليقاته الصوتية والتي يعني فرضت علي أن أتقدم منه بالشكر لما من علي بإطراء على هذا الكتاب وعلى ما ورد فيه. فشكرا لك سيادة العزيز النقيب محمد المقداد. العزيزة روزا ديب قالت: يشدك سلاسة أو تشدك سلاسة الأسلوب برواية التفاصيل البسيطة، يحاكي بتجرد عقلك الباطن أو يحاكي بتجرد عقلك الباطن ويتغلغل في الوجدان ليدخله في حالة شغف دائم لاكتشاف المزيد من الكنوز الفكرية. العزيز جورج أو جورجوس نصر الله قال: أنت تدفعني لمراجعة كافة مواقفي من كل الأمور الدنيوية والروحية الواقعية والموارائية. كتب الصديق حسن يوسف: وإذا بك تكتبنا. ليلى مروان، مروان في غيره عمر شبلي؟ صدام. إيه؟ لا صدام. ممكن لو سمحت سكر لو سمحت. مش مبين. ممكن سكر الميكروفون لو سمحت. يمكن صاير هيك شباب. وإذا بك تكتبنا وتفسح تاريخنا بين دفتي كتاب لو سمحت لي أن أسميه كتاب العمر. أحمد نوري من الجزائر شكرا له لأنه نشر الكثير من مقالات حكي تنور على صفحته في فيسبوك في الجزائر. العزيزة ماي عبد الله الإعلامية المعروفة والأخت والصديقة قالت: كتاب فيه من التجربة الاجتماعية للحياة القروية ما يجعله مرجعاً عميقاً في علم الاجتماع لما يتضمنه من سرد حكواتي ناقد لتجربة
سكان القرى وتفاعلها مع الأحداث الشعبية والاجتماعية والسياسية. العزيز محمد الشمالي قال: كنت أعتقد أنه من المستحيل العودة بالزمن إلى الوراء، ولكن طريقة سرد عمر وفرت علينا عناء تذكر الماضي الحنون وصعوبة تذكر تفاصيل القرية والحي والزقزوق والساحة. الشاعرة الصديقة العزيزة الغالية نجود القاضي، والتي للأمانة أتتني بتعليق لطيف جدا، تواصلت معي عبر واتساب وقالت: سأعلق على حكة النور ولكن دون أن تزعل. قلت: تفضلي. قالت: عدني بأن لا تزعل. وغابت. قلت: تفضلي. ثم قالت: شرط أن لا تزعل. وغابت. ثم قلت: تفضلي. فعادت وقالت: يا ابن أبي مخطى، لقد أبدعت. شكرا لها لأنها يعني لطفتني بهذه التعليق أو بهذا التعليق الجميل. شكرا. نسمع الآن تسجيل صوتي للشاعرة نجود القاضي من اليمن. في لقاء لأكياس النفايات في إحدى الحاويات التي كانت تنتظر ترحيل محتوياتها، تساءلت تلك الأكياس عن محتويات كل منها، وراح كل كيس يسخر مما يحمله الكيس الآخر. فحامل الأحذية المهترئة سخر من حامل أوراق المراحيض، وبدوره تعرض الأخير للسخرية من حامل بقايا الطعام الفاسد، وسخر حامل الأوراق والكتب منها جميعاً باعتباره حامل فكر وثقافة، حتى ساد جو من التنافر وعدم الألفة فيما بينها جميعاً. فتنحنح كيس فارغ كان في زاوية الحاوية قائلاً: جوهر القضية ليس فيما تحمله في جوفك من نفايات، ما دمنا جميعا في الحاوية ذاتها ومصيرنا إلى مزبلة واحدة، المهم في القضية أننا جميعا نعبأ رغما عنا بما لا علاقة لنا في إنتاجه، ودون أن نستشار فيما نفضل حمله، ونربط ونرمى بعد كل هذه الخدمات هذه الرمية البشعة، وها أنتم تصنفون بعضكم بعضا في طبقات ومستويات، وكلنا في حاوية نتنة وإلى مزبلة نتنة، فأي حماقة أصابتكم؟ ثم صمت الجميع عندما شعروا بالحاوية ترتفع لتلقى محتوياتها كاملة في عربة النقل التي ستنقلها إلى مكب النفايات بعيدا عن المدينة. نعود إلى الجزء الثالث من آراء القراء. الصديق العزيز الأستاذ عفيف قاووق قال: إذا حاول القارئ صبر بالنسبة للحكايات فهي وإن جاءت مطعمة بالفكاهة حينا والطرافة أحيانا، إلا أن هذا الكتاب ليس مجرد حكي كحكي تنور، بل هو حكي لنثور ونخرج من شرنقة الموروثات والتقاليد البالية، والتي بدلا من أن نتحكم بها ونهذبها وجدناها وللأسف وبمحض إرادتنا تتحكم بنا على الرغم من كل ما ندعيه من عصرنة وتمدن. الأخت فاتي كنعان قالت: كما عودتنا لا يأتي منك إلا كل إبداع. المحامي الأستاذ ممتاز سليمان قال: للمرة الأولى أجد أن تناول الزمن الغابر في القرية من قبل الكاتب لم يكن من قبيل الحنين أو النوستالجيا كما يحصل عادة في الأدب المماثل، فالقارئ لا يجد بين سطور هذا الكتاب عبارة أو كلمة تنم عن حنين. وشكرا لك يا أستاذ ممتاز. الأخ العزيز أنطوان نصر الله
أسأل هذا الغضب بسبب المجتمع الطارد أم لا؟ الأخت ريتا الخوري قالت ذهلت وأنا أقرأ حكة النور لما فيه من سلاسة الأسلوب وقيمة المضمون، فشكرا لك. العزيز ربيع الشباسي شكرا لك على ما علقت به. العزيزة أليس إغناطيوس قالت حكة النور يملأ القلب مشاعر متضاربة من الخوف والحب والقلق بسبب الفقر والحزن الكامن في القلوب. العزيزة الأستاذة منى جهمي قالت أود الإشارة بداية إلى أنها المرة الأولى في حياتي أقرأ كتاباً بنسخة إلكترونية، فأنا عاشقة عبق الورق وضوع الحبر، مع ذلك خضت هذه المغامرة، فإذا باللهفة تستقطبني نحو المزيد من مطالعة الرواية عاد بالحنين إلى الأديب البريطاني أوليفر جولدسميث، لا سيما في ملحمته الأخاذة القرية المهجورة. شفت بلوعة الحنين إلى حياة ريفية عفوية بريئة. العزيزة سميرة شومان التي تواصلت معي عبر واتساب وأبدت رأيها العذب والجميل، شكرا لك يا سميرة. الدكتور صدام عماوي والذي قام بتدقيق هذه النسخة من الكتاب بعد الانتهاء منه وقبل نشرها، وعلق بأنه للمرة الأولى يقرأ لي كتابا يختلف عما ورد في رواياتي السابقة. شكرا لصفحة اقرأ عبر فيسبوك والتي كانت تنشر كل ما يتعلق بكتابات حكة النور وبمقالاتي أيضا من وقت لآخر، فشكرا لكم في صفحة اقرأ. العزيزة الأستاذة سناء حاموش التي كانت تتواصل معي من وقت لآخر وتحضني على الإسراع في إنجاز حكة النور، لأنها ترى أن من وجهة نظرها كتاب يصلح لأن يكون مادة تستخدم في التربية في المدارس في لبنان، فشكرا لك. نبقى الآن مع تسجيل صوتي بصوت الشاعرة سناء حموش. في كعبة أمي أطوف لا في سواها. في آخر أيامها فقدت أمي تركيزها، إذ فتك بها الألزهايمر، لكنها لم تنسى أننا عائلتها. صارت تكيل لأبي الشتائم بلا سبب، لكنها كانت تسأله من وقت لآخر قائلة يا سعيد هل أكلت، وتحضر له الطعام متى خطر لها. لم تنسى أن غذاءه من مسؤولياتها كزوجة له. كنت أسأل والدي الشيخ قائلاً هل تصبر عليها لأنها مريضة؟ كان يقول بل لأنها أحبتني كثيراً في سنوات وعيها. حين ماتت أمي أقام أبي عند رأسها وراح يعتب، والعتابة لون شعبي معروف. كان في بداية تسعينه، لم يكن صوته إلا آخر رسائل الحب التي في روحه. كان أبي يحب النساء كأي ذكر شرقي، لكنه كان يحب أمي كأي عاشق إنساني. فالعاشق وإن جاع جسده لا تشبع روحه إلا خليلة. عبر مع وجهها وصوتها كل ليالي الجوع والبرد والسجن والتعب والخزلان والحزن والصبر والبكاء. لم تكن أمي من ضلع أبي، بل كان أبي من ضلعها، فقد كان أمه وحبيبته وخليلته التي قالت له قبل الرحيل بلحظات سامحني يا سعيد بحق الحب. لذا بكى أبي. ووصلنا الآن إلى الجزء الرابع والأخير من آراء القراء. الأستاذ
الأخ الصديق حبيب الروح، أنا اسمحوا لي أن أسمي هذا الرجل حبيب الروح، أنيس طرباي، قال: لم يكتب عمر سعيد ليخلد الأدب ذكراه، كونه لم يعتمد منهجية مستقيمة في السرد القصصي، هي خواطر هدفت برأيي إلى رغبة جامحة لديه بتجاوز الماضي، هي أشبه ما تكون بدين هو مجبر على تسديده ليتحرر من ثقله بما يجيز له مواكبة الحداثة بقدر أكبر من السعادة. أنيس أحبك، شكرا لك. العزيزة رندا نداف يموني قالت: يدعوك من خلال كتابه لتنفض عنك رماد التنور بمعنى التخلف والجهل والتزلف الذي يطمر القيم الإنسانية الأساسية التي توجه سلوكك لتصبح إنسانا نقيا في ذهنك، حاضرا لترقى إلى مجتمع يربط بين أفراده المحبة والاحترام وتقبل الآخر. شكرا للأستاذ العزيز الأخ سيمون بورعد الذي حول الكتاب إلى نسخة ورقية وأفرحني جدا هذا التصرف الذي يعني أشكره عليه. الدكتور غازي زهر الدين مشكورا قال: كتاب حكي تنور هو بمثابة حبل السر المربوط بماضي قرآن المتشابهة، كتاب ممتع دسم. الأستاذ العذب الرقيق المبدع يوسف رقة والذي لا أعرفه شخصيا اتصل بي طالبا نسخة عبر فيسبوك، وصلته النسخة فاجأني بمقالة نشرها عبر موقع ميزان الزمان، أفرحني جدا بقراءة الكتاب وبنشر المقالة، فله ولموقع ميزان الزمان مني كل المحبة والشكر. عزيز الأخ عزيز حنا أيضا حول الكتاب إلى ورقي وأفرحني بالصورة التي أرسلها فشكرا له. الأخت التي فيها من الأمومة لي الكثير عاتكة شبلي قالت: هذا الكتاب خلاصة حقيقية لسيرة التطور والانغلاق التي عصفت بنا منذ أول نار شهدناها، ولا يزال رمادها يكوي ندوب الأنا التي تطرد الآخر كلما حملنا إليه لقاء. الأستاذ سعيد ديب قال: هذا الكتاب ليس سيرة ذاتية ولا أقاصيص قصيرة، بل فيه كل ذلك، هو بحث مقارن بين ثقافة القرية المغلقة على النفس المنفوخة بالتباهي والتفلسف السطحي الأسطوري وبين التطور في حده الأدنى الذي لحق بالمدينة. لأول مرة يسلط الضوء على تفاصيل كانت غامضة في حياة القرية المهملة المغلقة بأقاصيص الجدات وبطولات ذكورية باطلة كاذبة تتسلى على لوكي، حكايات متداولة أو متداولة مجتها أذان الصغار ولم تمجها أفواه العجائز، وهذا لابد من تسهيل الارتياح لاقتحام المدينة لهذا السور العظيم الذي كان يحيط بعقول البعض. النقيب علي ملحم شمام الذي تواصل معي وأبدى إعجابه الكبير بكتاب حكي تنور، وهو من الذين قرأوا كل أعمالي، فشكرا له على المساندة والمؤازرة التي يمن علي بها من وقت لآخر. الأخت الأستاذة بدور غضة أرسلت لي رأيها قبل قرابة الساعة 5:30 تقريبا من هذا اليوم، تقول: لقد تلقينا معك بعض الكفوف، شممنا معك رائحة الخبز، سمعنا معك صوت أمك العذب رحمها الله، وتساءلنا معك أمن الجواميس نحن أم من الأوز، كل هذا بأسلوب أدبي ماتع دون تكلف، بل ببساطة متمنعة عما سبق لنا قراءته. أستاذ عمر شكرا على ما منحنا متعة القراءة ودام قلمك. أخت لك من أعماق القلب والروح على هذه الوليمة الفكرية وعلى تلك الصحون التي ترسلينها لي، كوني أنا في غربة تجعلني أشعر بأن لي أختا في هذا البلد الذي أشكر فيه أسرتي الجديدة على احتضانها.
الأستاذة الغالية والعزيزة الصديقة ميدا أبو الحسن التي جعلت منصة زوم التي تملكها في تصرفنا لأكثر من لقاء، منت علي اليوم بفضلها ومنحتني هذا الوقت لأبث عبر منصتها. شكرا لها من قلبي والروح. شكرا أستاذة ميدا. قبل أن أشكر الأستاذة حكمة حسن، دعوني أقول في أمس كانت ذكرى وفاة أمي رحمها الله، واليوم هو اليوم الذي يفصل بين عيد الأم وبين ذكرى وفاة أمي، فأود أن أقول لكل أنثى تتابعنا الآن عبر منصة زوم لها مني كل الشكر والتقدير والحب، وكل عام وأنتن جميعا بألف ألف خير، ولكن كل التقدير والاحترام. الشاعرة حكمة حسن التي واكبت حكي تنور من ألفه إلى يائه في التنقيح، في الإعداد، في التقديم، في القراءة، في التعليق على قراءات الأصدقاء والقراء الأحباء، شكرا لها على ما قدمته لي من مساندة وعلى احتضانها حكي تنور. فأن تحتضن شاعرة عمل كحكي تنور هي بمثابة روح جديدة لهذا الكتاب. شكرا لك حكمة حسن. شكرا لك الروائي عمر سعيد. نستمع الآن إلى كلمة الروائية عائشة بنور من الجزائر. نعم، دعيني أفتح الميكروفون للأخت عائشة. أخت عائشة تفضل افتحي ميكروفونك. ألو، تفضل. ألو، لحظة فقط إذا سمحت الأخت حكمة. مساء الخير. مساء الخير. نعم مساء الخير، تفضلي. مساء الخير للروائي عمر سعيد، مساء الخير للحضور الكريم. سعيدة جدا أهلا بهذا اللقاء الجميل في حضرة حكي تنور. أنا في الحقيقة في الخارج، وبالتالي أحاول أن أرتب أموري. مساء حكي تنور، مساء الماضي الجميل. هل تسمعونني؟ نعم نعم. قلت مساء حكي تنور، مساء الماضي الجميل الذي يعود في تنانير عمر سعيد. تنانير تشهد على وهج الحكاية وسلطتها وأثرها العميق في سلوكيات الفرد والمجتمع. حكي تنور ذاكرة محملة بعبق الماضي ومخضب بألوان الحكاية، ومرآة عاكسة لواقع اجتماعي يتهاوى، واقع اجتماعي مريض وساخر في نفس الوقت. من ذاكرة عمر سعيد يسترجع ذاكرة طفولية أبت إلا أن تعود بقلم عمر سعيد إلى مخيلة الطفولة وما ترتب فيها. هل الأطفال ينسون الأحلام الليلية والمشاكسات وكذب الكبار والوعود؟ هل رغم شيب الشعر لن ولم ينسى هذا الطفل المشاكس الجريء أن يغوص في تفكيرنا ويحرك الراكد. كيف لتلك المجتمعات التي لا تعرف الصفحة أو النسيان أو المسامحة والأمراض والعقد، كما قال عمر سعيد، أن تتطور وتشكل مجتمعا ينظر إلى المستقبل بعين الرضا عن واقعها. كيف لمجتمعات التنانير أن تنشئ جيلا يعي معنى القيم الإنسانية المغيبة التي هو، أي هذا الجيل، قد تجرد منها في حياته اليومية؟ وكيف أن هذه الموروثات البالية تعيش في أذهان المجتمعات فترثها الأجيال على مر الدهر وتقدسها دون إدراك أو وعي؟ حكي تنور يستنطق واقع المرأة الذي تتداخل فيه الحكاية والأخبار والقهر، هذا الواقع الذي كذلك تتداخل فيه الحيوات لم يتغير. مواضيع مختلفة سلط عليها. ألو؟ نعم نعم، تابعي. مواضيع مختلفة سلط عليها قلم عمر سعيد الضوء بكثير من التفاصيل، يعري منها ويعري واقع الحكام في مجتمعاتنا وقهر الإنسان في يومياته
النمطية، مشكلة القضاء والقدر وغياب التفكير العقلاني الموزوج بالخرافة والمعتقد، بالإضافة إلى المقارنة بين المدينة والريف وسلوكيات الناس اليومية، وتلك المفارقات التي لم تتغير، لم تغير شيئا في هذا الفضاء المكاني رغم التقدم. حكيت النور هو ملامسة وتشريح وتشريح لنسيج ثقافي واجتماعي استطاع الكاتب من خلاله أن يؤثر فينا بعمق بطريقة ما، ربما لأنه دغدغ مشاعرنا. قلت ربما لأنه دغدغ مشاعرنا الطفولية التي مررنا بها، وفي نفس الوقت أن يعيد تشكيل وعينا الإنساني المغير. كل صفحة من صفحات هذا الكتاب أوجعتني كقارئة، وأوجعتني كإنسان، وأوجعتني ككاتبة. تغري بالقراءة دون ملل، لا أعرف هل هو حنين متشابه أم لأنه نقد لاذع أو كلاهما معا. شكرا لحكيت النور، شكرا لك أيها الروائي المقتدر الذي علمتنا بقلمك كيف نلج دواخلنا. شكرا لحكيت النور مرة أخرى، مع أطيب التحيات والمنى عائشة بنور. تحياتي. شكرا لك دكتورة عائشة، شكرا لك يا عائشة بنور من الجزائر. الشاعر الكبير عمر شبلي معنا، أنا لا أراه في هو معنا الشاعر الكبير عمر شبلي، خلينا نشوف إذا كان معنا، خلينا نبحث عنه. أنا لا أراه، أعتقد أنه لا يظهر أمامي. عمر شبلي لا ليس هنا. نعم ليس هنا. دكتور أحمد ديب. نعم الكلام لك. لحظة لا أعطي الميكروفون بس دكتور. نعم. ديب يدك لو سمحت لأشوفك. دكتور أحمد عبد الحميد ديب. ترفع يدك دكتور أحمد لأشوفك. دكتور أحمد ديب. دكتور أحمد ديب. كان منذ قليل، يعني رأيت الصورة منذ قليل. أنا كمان شفته. خلينا نذهب إلى الأستاذ. أستاذ طليع السمايلي رئيس جمعية الغد اللبناني، هل هو معنا؟ أستاذ طليع ترفع يدك لو موجود. طليع. نعم موجود طليع. سأعطيك الميكروفون طليع. تفضل. الميكروفون. مساء الخير الجميع. مساء الخير عمر سعيد. انا بدي اقول لك الف مبروك التوقيع، وبدي بارك لنا نحن كجمعيه الغد، لانه هذا الانجاز هذا لنا. عمر سعيد هو نائب رئيس الجمعيه ورئيس اللجنه الثقافيه اللي هو مصدر غنى للجمعيه، اللي خلاها تخطو خطوات سريعه بالانجازات اللي عملها والغير متوقعه. وأكبر شاهد على هالشيء هو التوقيع اللي ما خلى عبر الأونلاين عن طريق التطبيق زوم، اللي موقفة كل عقبات كل هالأزمة كل هالوباء اللي موقف حركة وعجلة العالم كلها سوا، ما كان عائق إنه يضل يكتب يوصل رسالته بأي طريقة. أنا احنا بنتمنى يكون بدل عمر عالنبي، لأنه هو مصدر غنى للجمعية، وبتمنى لك التوفيق لأنه نجاحك ونجاح لنا للأجيال الجديدة كلها سواء. ألف مبروك عمر. شكرا لك. شكرا. دكتور أحمد ديب وصل. دكتور أحمد ديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا السلام عليكم. تفضل دكتور افتح الميكروفون. الله يعطيكم العافية. أنا انقطع الاتصال لدي واضطررت للخروج والعودة ثانية. تسمعونني؟ أهلا بك. نعم. مساء الخير. تفضل. تمام. حياك الله أخي أبو غدي، حيا جميع الحاضرين، وأشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء المميز، وبالطبع لم نعتد منك إلا كل مميز. شكرا لك أستاذة حكمة على هذا التقديم الجميل والإدارة الجميلة للقاء. شكرا لك. أكرمكم الله. في الحقيقة حكيت النور
كتاب تحفيز واستثارة على مستوى جيلين، فهو يستثير ذكريات الجيل القديم الذي عاش في تلك المرحلة، ولا سيما من أبناء القرى، وهو أيضاً يستثير خيالات من قرأ حكي تنور من الجيل الجديد الذي يحاول أن يستوعب مجتمع حكي تنور ويفهم نمط حياته مع كثير من المعاناة للوصول إلى هذا الفهم. وقد حاول عمر سعيد أن يخفف من هذه المعاناة من خلال نصه الأول التنور، حين عرف به وبما يرتبط به من مرافق وأدوات وطقوس. حكي تنور وظف الرمز حيناً للتعبير عن الواقع، واستخدم الأسلوب المباشر حيناً آخر. في حكي تنور الكثير من المحاكمات العقلية التي نتفق مع أغلبها ونختلف مع بعضها. هذه المحاكمات العقلية التي سردها بأسلوب مشوق وجذاب كان أبرزها وأكثرها وضوح النص لماذا فشلت؟ طبعاً ولا مجال هنا للتوقف عند تفاصيل هذا النص. حكي تنور فقد وحنين، فقد لأمور كثيرة أغلبها يدور حول المنطق والمحاكمات العقلية كما أسلفت، وليس أقلها ما يدور حول المشاعر والعواطف والحنين إلى بيت الطفولة الأول. وقد اكتشفت الشاعرة حكمة حسن هذا الشعور بالفقد ووقفت عليه في أول جملة لها في تقديمها للكتاب: التنور عمر كثيرا وكان لا بد له من الغياب. في حكي تنور استنكار من قبل عمر سعيد لزمن التنور وحكي مجتمع التنور من جهة، وحنين إليه من جهة أخرى، وقد تبدى هذا الحنين بشكل غير مباشر من خلال قراءتنا لما وراء السطور، وبشكل مباشر من خلال بعض النصوص التي كان لأفراد الأسرة، أسرة عمر سعيد، فيها دور أو ظهور: الأم، الأب رحمهم الله، والابن غدي. في الواقع المنطق وفي العاطفة لاحظنا وجود الأب والأم منفصلين، أي كل منهما في نص، كنص الصوت نادرا ما يخون، ونص أشد صناديق الفرجة خلودا، أو مجتمعين في نص واحد كنص في كعبة أمي أطوف لا في سواها. وكان هذا النوع من النصوص أصدق نصوص حكي تنور وأجملها وأكثرها تأثيراً فينا نحن القراء، وأكثرها تعبيراً عن جوهر عمر سعيد الإنسان، الشاعر، الروائي، الملحن والمغني، المرهف الأحاسيس. أمتعتنا يا صديقي كثيراً، وأضحكتنا كثيراً، وأحزنتنا كثيراً، وأبكيتنا في بعض الأحيان، لك كل المحبة. شكراً، وشكراً لمنحي على منحي هذه الفرصة للمشاركة في قراءة حكي تنور والمشاركة في تقديم رأيي في هذا الكتاب. شكرا أستاذة حكمة. شكرا لك دكتور أحمد ديب. كل من تكلم في حكي تنور هو يضيف إليه وكلامك إضافة. شكرا لك. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. سيد عفيف قووق، قبل أن أعطي الكلام أو نفتح الميكروفون للسيد عفيف قووق، من يريد أن يعطي مداخلة أو رأي في حكي تنور إذا ممكن أن يرفع يده. وتفضل أستاذ عفيف. افتح الميكروفون أستاذ عفيف. حكمت في الدكتورة ماجع بيت كمان حاجة دور. نعم دوني سعد، دكتور دوني سعد أيضا وأسمعه بيت. نعم نعم تفضل. نعم نعم مساء الخير. ارفع صوتك قليلا. ارفع صوتك قليلا. تحياتي للأستاذ عمر ولكافة الزملاء المشاركين، ونبارك لكم بصدور كتاب حكي تنور. الحقيقة حكي تنور كتاب من وجهة نظري بلاقيه أقرب إلى الأدب الاجتماعي والسياسي منه إلى الأدب الشعبي كما قد يخيل للبعض. حمل بين دفتيه نوعا من النقد لمنظومة القيم والعادات التي تأسرنا وتحصرنا. أعادنا عمر سعيد بكتابه حكي تنور إلى ساحة الضيعة، إلى ساحة التنور في الضيعة، لنستذكر معا العديد من تلك الحكاية ومثيلاتها. وإذا كان حكي تنور
بظاهره يبدو وكأنه كتابا يضم بعض الحكايات والطرائف، إلا أنه في باطنه حمل العديد من الشفرات والرسائل التي لابد من التوقف عندها. وسأختار عنوانين من هذا الكتاب لأجري بعض الإسقاطات على واقعنا الحالي. أولاً، صناعة العدو الوهمي والتهرب من المسؤولية، والتي للأسف برع أولي الأمر لدينا في صناعة مثل هذا العدو الوهمي وإيهامنا بوجوده وشدة خطره، فقط لنبقى أسارى لطروحاتهم ومشاريعهم دون أي تفكير أو حتى مجرد نقاش. وهذا يذكرني بمقولة هتلر: إذا أردت أن تسيطر على شعوب أخبرهم أنهم معرضون للخطر وحذرهم أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك في وطنية معارضيك. العنوان الثاني هو حول الثوب المرقع، والذي لكثرة الرقع فيه لم يعد بالإمكان التعرف على قماشته الأصلية. وأنا كلبناني إذا أردت إسقاط هذه الحكاية على الواقع، يمكن اعتبار أن الثوب هو دستور البلاد الذي لشدة ما تعرض له من تجاوز وترقيع تحت مسميات أعراف واجتهادات وتسويات عند كل استحقاق، ولكثرة تلك الأعراف التي طغت بشكل كبير، فقد بتنا نفتقد إلى روحية ونص الدستور والمفترض أن يكون الثوب الأصلي، ولكن لكثرة الترقيعات أفقدته تلك الخاصية. الحديث عن حكي تنور لا يكتمل إذا تجاهلنا آخر النصوص والتي أعتبرها عروس الكتاب. هذا النص الوجداني والمهدى من الكاتب لروح أمه المتوفاة خلال سفره، وفي هذا يقول: لا يحق لمن غادر منزل أمه بقلب يافع أن يرجع ليزور قبرها بقلب حطمته الغربة. أما أنا سأقتبس قول الروائي الأردني جلال برجس في إحدى رواياته، حيث يقول: عندما ترحل الأمهات اتركوا باب القلب مواربا، إنهن يأتين ليلا ويرتبن ما خلفته يد الخسارة. أخيرا، نهنئ الصديق عمر سعيد على هذا الإصدار، ونبارك لأنفسنا بهذا الكتاب الذي سيجد مكانه ومكانته حتما في مكتبتنا، سواء الورقية أو الإلكترونية. وشكرا لكم. شكرا السيد عفيف. دكتورة ماجي عبيد. دكتور ماجي، يسعد مساكم جميعا. مساء الخير. يسعد مساكم. شكرا استاذي حكمة، شكرا استاذ عمر. عم تسمعوني؟ نعم نعم، تفضلي. أيها الحضور الكريم، لعل القارئة في كتاب الروائي عمر سعيد شبلي وهو بعنوان حكي تنور يجد نفسه أمام رحلة وجودية أنتروبولوجية فينومينولوجية توصف واقع الإنسان العربي، بدءا من دائرته الصغرى حيث صراع الأنا مع الواقع الريفي البسيط بتنور الضيعة وحكاياتها وخبايا أسرارها ومعتقداتها وأساطيرها وأفكارها. فتبدو لصدق ما يروي وكأنك أمام التنور فعلا، تتعاطى مع شخصياته وكأنهم يمثلون أمامك، وكأنك في الوقت عينه داخل الحدث ومشاركا فيه ومعه. وهنا تبدو براعة الروائي عمر سعيد شبلي في عرضه الذكي الممزوج بخبرة الألم والأمل، بوجع الحقيقة المرة والأمل في التغيير، والخروج على الأفكار العفنة التي حنطت مجتمعاتنا وأصابتها بالعفن. ولعل ما يحصل على الساحة العربية اليوم الشاهد والدليل. عمر سعيد شبلي الروائي عندما يحدثك عن أناه لا يقصد بها أناه الذاتية فحسب، بل هي الأنا المجتمعية للريفية اللبنانية فحسب، بل هي أنا المجتمعات العربية التي آن أوانها لأن تفك قيد موروثاتها الصدئة لتصل إلى حريتها المنشودة. لعله في الطرة والنقش يأخذك معه لتكشف لعبة الزمن فيه معه وعليه، وفي تنور القرية إبراز لزيف العادات والتقاليد الصدئة وتحولنا إلى كائنات عبثية خاملة
تقنع بما يملى عليها دون وعي أو تفكير. دكتورة ماجي أبعد من عفوا عم تسمعوني؟ انقطع الصوت قليلا. نعم تابع. إذا بل بقصد إعمال العقل والنظر أبعد من السائد والمألوف، وهو لا يكتفي بالتركيز على الاقتصاد المعرفي المعولم، بل يربطه بواقع شعوب أمتنا العربية عندما يخبرنا عن حقيقة البيك أو الزعيم الذي يعتلي الرئاسة لا لخدمة الناس والوطن بل لتحقيق نزواته ورغباته. ولعل أكثر ما استوقفني في هذا النص البنيوي المتماسك في متنه ومحتواه ومبناه أن قصصه أتت وكأنها سلسلة، فيما لو انتزعت إحداها لانفرط العقد. وهو في هذا العقد الجميل المتأني في صنعه لم يكتفي بواقع الأمة العربية الاقتصادي والاجتماعي والمرأة التي لم تمتلك يوما حق حتى جسدها ولا حقها في صوتها ووجودها وكينونتها، وكيف لهذه المرأة المستلبة من أن تنشئ أحرارا. تراه ينعطف بكتابه متسائلا عما وراء هذا الجدار، طارحا أسئلته الأنطولوجية حول طبيعة الرماد متسائلا لا أعلم مكونات الرماد. فعلى الرغم من معرفتي بأن الرماد هو جسد النار، إذا ما فارق الله يبقى السؤال مما يتكون الرماد؟ فهو كائن غير قابل للاشتعال. وهنا يتلاقى طرحه الوجود الأنتولوجي بالميتافيزيق الماورائي الذي يبرز حدود العقل في حضوره وغيابه، في هجرته وارتحاله، وصولا إلى آخر النصوص صفحة 59 في مشهد توضيب ملابسه ابتغاء الهجرة أو الهجرة التي لم تكن لديه هجرة عادية، الهجرة من الذات وبالذات وفي الذات ولأجل الذات. بدأت هجرته الذاتية بسماعه للأغنية، وهاجر من ذاته عندما كان يخفي رأسه بمنشفة عطرتها أمه بصدرها ودمعها. أما هجرته في الذات كانت عند موتها، عاد ليخلع رجولته خارج الباب ويردد غناء ما ودعته به متركا سبب غناء أمه، إذ إن الدمع مصدره ليس العين إنما الخوف من الفراغ. وأخيرا كانت هجرته لأجل الذات عندما اختتم هذا النص بمقولته الفلسفية الرائعة التي تعبر عن ألم الغربة وأنين الهجرة مرددا: لا يحق لمن غادر منزل أمه بقلب يافع أن يرجع ليزور قبرها بقلب حطمته الغربة. عمر سعيد شبلي الروائي الباحث عن ضمائه الوجودي لحرية العقل والتفكير، اللا أدري المؤمن بأن لا حدود للعقل تؤطره ولا قواعد تحد من فاعليته، موقنا بأن الإرادة والتمرد التحدي والثورة هي المفاتيح لغد مشرق براق. عمر سعيد شبلي ليس قاصا في رواية ولا كاتبا لقصة، بل هو القصة بأكملها، يلعب على وتر الزمان فيجعلك ترى الماضي بعين المستقبل، ويعيدك إلى حاضرك في لعبة وجودية فينومينولوجية يفكك أبعادها، يرمم تصدعاتها، فيعيد بناء ما تهدم وترميم ما تصدع، ويلعب على وتر الوجدان فيأخذك معه في رحلة إبستيمولوجية تدرك فيها ومعها أنك تلمس شيئا من الحقيقة وتغيب عنك أشياء. عمر سعيد شبلي الإنسان الجامع في ذاته للروائي والقاص والكاتب والمفكر، الباحث خلف جدران هذا العالم عن وطن يليق به. ألف تحية وألف شكر مبارك، وإلى مزيد من الإبداعات بإذن الله تعالى، وعذرا على الإطالة. أستاذة حكمة حسن معنا؟ طيب سأعطي الكلام لأسماء. أسماء تفتحي الميكروفون. أسماء عبيد لو سمحتي. أسماء عبيد تفضلي. مساك استاذ عمر. مساك. انا ماني ناقده ولا اديبه، انا مجرد قارئه عاديه، لكن حكي التنور هو زهره من عمرك تتدفق فيه المعاني اكثر تعاليا وقيمه في اورده كينونتنا الاصليه الا وهي الطفوله. مبارك. شكرا لك. الاخت نبيله الشحي اعطيك الميكروفون لو سمحتي. لحظة بس افتحي الميكروفون. نبيلة السلام عليكم. سلطنة عمان تفضلي لو سمحتي. مرحبا بالجميع، أبارك لك أستاذ عمر على هذا التوقيع، بالفعل كتاب مميز
ومختلف جدا عن نصوصك السابقة، وهذا أحد أوجه تميزه. لاحظت بعد قراءتي لهذا الكتاب أنك عايشت، أن هذا الكتاب صدر بعد أن عايشت حكي التنور أيام طفولتك، ثم بدأت رحلة الغياب وعدت بعد 50 سنة، فوجدت أن القرية لا زالت على الحال الذي تركتها عليه، تحوم حول حكي التنور وتتحلق حوله. فباشرت طرح حكايات التنور من جديد وتحليلها بعدة أوجه، فترة بنظرة اقتصادية وأخرى بنظرة اجتماعية وأخرى بتحليل خبير في التنمية البشرية، وهذا يعني إحدى خبراتك. فنشكرك جدا على هذه النصوص، لأنها لا تلامس فقط المواطن اللبناني وإنما تلامس كل عربي، لأن هذا لأن في النهاية مجتمعاتنا متشابهة. فشكرا لك وأهنئك من جديد على هذا الكتاب. شكرا لك. الشاعر عمر الذي هو الشاعر عمر شبلي معنا. يلا. نعم. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا. يعني الحقيقة أنا عانيت لحتى أقدر أصل، ولكن كأني معكم من الأول، لأني أجد نفسي في عمر، في عمر الذي هو امتداد لي، وليس قولي هذا تباهيا، وإنما لإدراك عظمة الأحاسيس التي يفجرها في حتى في العنوان حكي التنور. أنا ابن هذه الحالة. عمر روعته أنه يعود إلى الينابيع الأولى. العودة إلى الينابيع الأولى هي التي تجعلنا قادرين على المسير وعلى إدمان المسير، لأن المسير لا يمكن أن يؤمن بالسراب. من هنا أرى أن كتابة عمر هي انتصار على السراب. نعم، كنا نعيش في مرحلة هي السراب، كنا نأمل ونسير، وكان السراب يعذبنا، ولكننا نعذبه أيضا لأنه يحاول أن يخدعنا، ونحن نقول له بكل عمق: أيها السراب، من وثق بماء لم يظمأ. نحن سنبقى واثقين بالماء وسنهزم السراب. هذا الكلام الذي يعنون بحكي التنور في الحقيقة هو جزء حميم ولصيق بالذات. معي وقت كتير ولا شو؟ ما بعرف. راحتك. إيه، لصيق بالذات. أنا حاولت عندما خرجت من الأسر أن أكتب كتابا بعنوان الصويري، كأنني أرى عمر في هذا الكتاب، ليس آخذا منه، وإنما تتم لي في هذا الموضوع، بمعنى لأننا أبناء جرح واحد وأبناء حلم واحد. وأنا فخور جدا أن أرى عمر يتنقل في إنتاجه باتجاه الأعمق وباتجاه الأفضل. الأفضل دائما يكون بالعودة إلى الينابيع، إلى العودة إلى الينابيع الأولى. نعم، عين الصويري هي الينبوع الأول، والنجمة التي ترفد عين الصويرة هي أيضا من الينابيع التي لا ننساها أبدا. وكيف ننسى وقد جعلنا الفقر لاجئين إلى هذه الأرض التي تحيط بالعين، منها نأكل ومنها نشرب ومنها نستمر وفيها نعود وإليها نعود لنبعث من جديد. في الحقيقة حكي التنور ليس افتعالا، وإنما هو في حقيقته هو غوص في الذات الإنسانية التي تحلم بالعودة إلى الماضي، لا لتتجمد في الحاضر، وإنما لا يمكن أن ننقذف في المستقبل إلا بالارتكاز على ذلك التاريخ الجميل الذي كوننا
نعم تاريخ جميل، رغم أنه كان تاريخ الفقر وتاريخ الغربة، ولا يمكن لإنسان أن يبدع إلا إذا لامس جذوره الأساسية، وهذه الجذور هي دائما مرتبطة بالأرض. إن حكي النور هو جزء من هذه الأرض، جزء من التجربة. وعندما قرأت العنوان، وطبعا وسأقرأ الكتاب بالتفصيل، أدرك لأنني كنت أجالس أمي وأهلي على التنور، وأم عمر التي هي زوجة أخي كانت امتدادا رائعا لتلك الفترة من حياتي، لأنها ذهبت وهي ملتصقة بذلك الماضي. لم يستطع الماضي، نسخ منها الكثير، ولكنه لم يستطع أن ينسخ منها ارتباطها بالتراث. هذا التراث لا يمكن أن نصل إلى الحداثة إلا على التراث. التراث ضروري جدا لا نتحنط به، وإنما لا نستطيع القفز في المجهول إلا عبر التنور. التنور هو الذي يصلنا بالحداثة الحقيقية لوجودنا الإنساني. الذي لا يدرك هذه الحقيقة يكون مفصولاً عن الزمن. عمر بن أخي، أهنئك من قلبي على استمرارك في النتاج وفي العطاء، ونحن على أمل معك في كتاب آخر يلامس هذه الأصول ويأخذنا إلى الشرب من هذه الينابيع التي يجب أن تبقى متدفقة. وشكراً للأخوة جميعاً، وتحية لكم من قلبي. شكراً لك الشاعر الكبير عمر سعيد. أنا لا أرى الشاشة عمر، اللي إذا كان أحد طلب الكلام أنا لا أرى. الذي طلب الميكروفون يا سليم. قبل أن تبدأ سليم، دعني أقول لك ما فتحش الميكروفون بعد بلا، دعني أقول لك شكراً لك على كل ما تفعل. فضل. تحياتي للجميع، ولك أيها الصديق المبدع اللي دائما بتبهرنا بكتاباتك وبكل شيء بتعمله. يعني هذا بيبين قد ايه الإبداع متجذر بشخصيتك، يعني بكل كلمة بتقولها. هلا بالنسبة لحكي تنور اللي عم نحتفل فيه اليوم، وهيدا من دواعي ساعات، يعني هلا بدي بس أقول إنه هيدا أشبه، حسيته أشبه بمحاكمة نفسية اجتماعية بتغوص بأعماق المجتمع. يعني هذا المجتمع اللي فكرنا نحن اندثر، بس هو فعلياً بعده عايش فينا نحن باللاوعي. كل الحكي التنور اللي ذكرته والتحليل السيكولوجي، هذا جزء من شخصية المجتمع، يعني الذاكرة الشعبية. وعجبتني كتير إشياء الحوارات اللي عم تدور بين شخصيات الموجودة. أكتر شغلة عجبتني هذه اللي فيها يعني عم بتسلط الضوء على رجال الدين كيف بينظروا لنظرة خيالية للأمور. يعني هذا لما تعطلت السيارة كان فيها رجل دين، فإجا السائق يعني عم بيشوف إنه شو قصتها، فقال له رجل الدين إنه بدك تدعي والأشياء هذه. فقال له، فنزل جامي هيك ليشوفها شو قصتها، طلع فيها مي على كلاب البطارية، نظفهم وقال له الميكانيكي بدك تدفشها. فلما دفشها الرجل دين ما كان ينزل، كان ضل قاعد. فلما دفشوا السيارة ودارت، قال له رجل دين لو ما دعائي ما كانت دارت. فهولي ببلش الحوار، وهذا الحوار كتير عميق يعني، وفي اشياء في له دلالات كتيرة. انه رجل الدين أصر إنه هو اللي مشى السيارة، مش جهود يعني فنية الميكانيكي وخبرته والعلم اللي عنده إياه، هو اللي قال له يعطاه توجيهات للسائق شو بده يعمل، ولا جهود الركاب اللي دفعوه. فنسب الفوز أو الجهد لإله، مع إنه هو قاعد على البنك يعني ما تحرك، خايف تبلل بالمطر. هون بيبين لك إنه
ديل هذه الفئه من رجال الدين هي انتهازيه، هي بتعيش على جهود الاخرين اللي بيستغلوا يعني عذابهم وليهن يحققوا مكاسبهم الخاصه. فبدور هذا الحوار بعدين بيقول له انه نحن بدنا ندفع السياره، بدها يعني الكلال البطاريه بدنا نضفناه ليقدح النار البنزين وتشتغل. بيقول له طب ما هي النار هي من صناعه الخالق، فانت عم تجدف في الخالق. وهون بالنهاية يعني في عجبتني عبارة يعني بيقول لك كان مجتمع التنور لم يكن مجتمع التنور مجتمعا صناعيا، كان مجتمع حكاية وأساطير ومخيلات عاجزة عن كل شيء إلا عن التوهم والكلام. يعني هيدي الجملة بتختصر كتير من تحوى الكتاب وبين مراده. شكرا كتير لكم. شكرا شكرا لك دكتور حكمت. في الأستاذ دكتور غازي زهر الدين طالب الحكي. نعم. معك دكتورة دورين ومعك أستاذ محمد يحيى. أنا بس ستكون معكم. أستاذ دكتور غازي افتح الميكروفون لو سمحت. دكتور غازي افتح الميكروفون لو سمحت. نعم. مساء الخير للجميع. مساء الخير أستاذ عمر. يقول الكاتب الفرنسي جورج بوفون: الأسلوب هو الرجل. فمن أسلوبك في الكتاب عرفتك، من أسلوبك في الكتاب عرفت من أي معجن طيب أنت. كتابك ممتع شيق، كل صفحة فيه تغريك لقراءة شقيقتها. دامت ثورتك الحقيقية على الذات، دام قلمك السيال راسما بمداد الرماد على القرطاس أجبل الحكايات. لك مني أطيب المنى وأرق التحايا، وأتمنى أن ألتقي بك في لبنان عندما تزور لبنان، وشكرا للجميع. أستاذ أنس افتح الميكروفون لو سمحت. الميكروفون أستاذ أنس. السلام عليكم وبارك الله في جمعكم. أنا أريد حقيقة أن يعني أضيف أو يعني أكمل من حيث بدأ الإخوة في الإضافات التي قالت الأستاذة حكمة، فعلا أنها إضافات مفيدة على كتاب الأستاذ عمر في حكي النور. أننا لطالما جاءت مؤثرات سلبية تريد أن تهشم رؤوسنا، وأن كانت بمثل المطارق يعني التي تطرق رؤوسنا لتصيبنا بالإضراب، فاستفاد منها الشخص الإيجابي كما استفاد الأستاذ عمر في كتابه حكي النور من هذه الحكاية القديمة والتي أثرت فيه، فحولها إلى رياح تدفع أشرعته إلى الأمام. وهذه هي حقيقة القدرة الإيجابية الهائلة. لطالما حولنا السلبيات إلى تحديات، وحولنا المحن إلى منح. وهذا الواقع نشاهده في كل إنسان نجح في حياته بأمر ما. لا يوجد في الحياة أبداً على من لم يتعرض لسلبيات، بل نعتقد اعتقاداً أن الأكثر نجاحاً في هذه الحياة هو الشخص الذي تعرض بشكل أكبر لسلبية مزعجة صهرته وحولته إلى قالب كما يقال من ألماس أو من ذهب. وهذه الحياة كما تعرفت حقيقة منذ بداية معرفتي في الأستاذ عمر أنه عاش هذه الحياة وهذه الغربة فصقلته. ونحن نعرف جميعا أن البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا. عندما تكون السفينة منسابة في البحر كالحرير، لا يمكن أن يتعلم البحار فيها هذه الخبرات التي تعلمها ذلك البحار الذي ضرب أمواج البحر سفينته فكادت أن تهدها وثم اخترق عباب البحر كما يقال، وانتصر على قوة الريح وانتصر على هذه السلبيات كما يقال، ووصل إلى جزيرة الأحلام. فبارك الله بكم وأشكركم حقيقة أستاذ عمر على هذا الكتاب الجيد الذي أتحفتنا به. فبارك الله بكم جميعا وجزاكم الله خير، وشكرا لكم على منحي هذا التعليق، جزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا دكتور الدوري. افتح الميكروفون. مساء الخير. مساء الخير. دعيني أعرف معلش لو سمحتي، الدكتور دورين سعد دكتورة الأدب العربي في الجامعة اليسوعية بيروت. شكرا. بلغة سلسة وعذبة
تستحضر ألفاظاً نسيتها اللغة العربية وأهملتها. لقد صدق اليازجي فعلاً حين قال اللغة بأهلها. أستاذ عمر، لقد أعدت أحياء ما اندثر من عادات وتقاليد، ما سقط من الموروث الشعبي، كما سلطت الضوء على المسكوت عنه في المجتمعات، وكل ذلك بأسلوب السهل الممتنع. فتعاضد السرد مع الوصف، وما جعل بكرة النسيج تكر في هذا الكتاب من دون تقطع. أنت في هذا الإنتاج المميز أظهرت ارتباط الإنسان بجذوره وأصوله، وأي خروج عن هذه الأصول هو بمثابة الانسلاخ عن التاريخ. مبارك لك هذا الإنتاج المميز، وشكرا. شكرا لك دكتورة دورين. هل هناك من أحد أيضا من أستاذ عمر؟ محمد، الأستاذ محمد، تفضل. الأمين تفضل. أستاذ محمد افتح الميكروفون لو سمحت. بالعودة إلى العنوان حكي تنور، يتبادر إلى ذهنك تلك الأيام التي خلت، وهي رواية تحاكينا وتحكي عنا وتقرأ لنا من الماضي الجميل ولو حمل من الأوجاع والفراق. حكي تنور الكلمة التي تمر على القوة والظلم فتضرب بأحرفها كلمة حق أمام جائر. حكي تنور العائلة، الحب، السياسة، ورسائل الحب التي لا نتركها عند الحروب والسلام. شكراً لقلمك. شكراً لك دكتور عمر. أستاذ محمد، من خلالك لو سمحت نقرئ السلام للسيد علي الأمين ونوصله المحبة ونربطه بالقلوب إن شاء الله. شكراً لكم وعليكم السلام، كل الحب. الأستاذ يوسف طراد، تفضل افتح الميكروفون على المعروف. يوسف تفضل. أستاذ عمر، أنا شهادتي مجنوحة بالمبدأ. مساء الخير للجميع. فرح الكاتب بشغف القراء. مبروك الكتاب اللي أنا ما قريته، وعملت لي قلق كبير يا أستاذ عمر لأنه ما قريته، ما حصلت الوقت أقرأ، وبعتقد أنه الله يعطيني القوة الفكرية أتعامل معه مثل ما تعاملت مع سوء الملح. يتعلى الرب. وأستاذ عمر بدي أقول لك كلمة، أنه بيلبق لك التعلق، ومبروك والله يوفقك. شكرا لك. شكرا أستاذ يوسف. دعني أرحب بك وبالدكتور جورج شوفان، عضوين بالكتاب الذي أعتبره أسرتي وتشمل كل من أحب. شكرا لكم على الحضور. حدا بحب يحكي لنعطيه المجال بعد؟ نعم أستاذ حمزة، تفضل افتح الميكروفون. أستاذ حمزة افتح الميكروفون. حمزة عباس. أستاذ الكريم، ألف مبروك على الكتاب. بس حبيت بارك لك وأقول لك إنه هذا الكتاب رجعني، ما عشت الماضي أنا من صغر سني، بس أهلي بيضل يحكوا عن التنور وهيك، فعشت الواقع. فبدي أشكرك على هالشيء، وكتاب جميل جدا، وألف مبروك مرة تانية. معك أستاذ حكمة. شكرا لكل من أعطى قراءة أو رأي أو تفاعل مع كتاب حكي تنور. دكتور شوفان، والآن دكتور شوفان حابب يقول رأي، معلش نعطيه مجال. دكتور شوفان، نعم افتح الميكروفون. استاذ دكتور شوفان افتح الميكروفون. نعم اوكي. مساء الخير للجميع. مساء الخير. اكرر اعتذار لانه تاخرت على بدء الجلسة واللقاء، وبقول بكل بساطة أنا ما قريت الكتاب بعد لحد هلأ، لكن أنا بتوقع من الأستاذ عمر سعيد الشيء اللي حسيت فيه بمجرد أن قرأت العنوان، لأنه أنا كمان بالخمسينات من القرن الماضي زمن طفولتي
كنت روح مع الوالدة المرحومة أمي على التنور وقت اللي بدها تعمل الخبز، وكنت أسمع نقاشات كتيرة تدور بين النساء وبعض الرجال اللي يكونوا قراب ويميلوا تيتسمعوا خبريات، وكانت هالخبريات تدور مثل كل طبيعة المجتمع الريفي حول قضاياهم، أحياناً تكون كتير شخصية ويحكوها نوعاً ما هيك بالهمس نساء تنتين مع بعضهم، ولكن اللي كان لافت انتباهي بهذيك القضية وما قدرت أفهمها هو لأن عمري كان صغير، هو أنه كانوا دايماً يحكوا نتمنى أنه هالفلسطينيين اللي عنا يرجعوا على بلادهم. أنا ضيعت رماش بأقصى جنوب لبنان، كانت تعج بالفلسطينيين، الفلسطينيين بالنسبة لي كانوا رفاقي اللي من جيلي، ألعب أنا وياهم بالحارة، ألعب أنا وياهم حد بالبيوت اللي ساكنين فيها مع الأصحاب اللي كانوا ساكنين ببيت جدي من ضيعة اسمها دير القاسي بشمال فلسطين. وكنت استغرب انه ليه بدكم ترجعون، ما نحن مبسوطين نحن وهن ومكيفين. تمني بعدين وعيت وكبرت وشفت شو هي المأساة اللي كانوا عايشينها، وهيدي حملتها معي ملتصقة معي مع ذكرى التنور. مش راح احكي اكثر من هيك لانه فعلا هيدي الشغلات بتعيدنا الى تقاليد، يمكن البعض بيقولوا انه خلص تجاوزناها الى زمن الحداثة، بس انا بقول انه لولاها ما كنا وصلنا لاي زمن من ازمنة الحداثة اللي بنظن اننا نحن عايشين فيها هلا. شكرا استاذ عمر، وانا بتوقع مثل ما تمتعت بقراءة سوق الملح انه بس يصح لي اني احظى على الكتاب واقراه، راح اتمتع فيه كثير كثير كثير. شكرا لك والله يوفقك تضلك تعطينا من ابداعاتك. الدكتور شب حكمة الأخت كارولين، الكاتبة كارولين طايع طلبت الكلام، تفضلي. بصفار، أنا أهلا. بدي أقول لك أستاذ عمر ألف مبروك على الكتاب. أنا ما بعرفك غير من خلال أول شيء سوق الملح قبل ما أعرف مين عمر سعيد، وشدني أسلوبك وشدني الكتاب اللي حسيت أنه بدي أقرأ مرتين، ورجعت قريت حكي تنور وعلقت برأيي بحكي تنور ما بعرف وين على الفيسبوك بإحدى الصفحات شو حسيت. فبدي أقول لك أكثر من كتاباتك لأنه منستحق نقراها، فقد ما هي حلوة فأبدع. جاست هيك بدي أقول لك ألف مبروك. شكرا كارولين. أستاذ حكمت معلش كمان دكتور أحمد ديب رفع يده مرة ثانية، تفضل دكتور. نعم، لأنه مدير الشخصي ما فيني أقول له شيء يعني. أنت أستاذ يا أستاذ عمر، وأنت معلمي وملهمي دائما في كثير من الأحيان، الله يكرمكم يا رب. أنا قبل قليل تحدثت عن الكتاب ذاته، والآن أريد يعني اسمحوا لي دقيقة واحدة أن أتحدث عن الأستاذ عمر يعني كشخص كإنسان. حقيقة يعني هو صديقي وأستاذي وملهمي منذ أكثر من 10 سنوات، يعني هذه السنوات التي تزيد عن 10، لا أدري بالتحديد كم عددها، أضافت إلي وعلمتني الكثير. طبعا علمتني بسبب وجود الأستاذ عمر، هذا الإنسان المتنوع، الإنسان الذي يعتبر قرية كاملة بل مدينة كاملة في شخص واحد. يعني خلال يعني في كثير من الأحيان أجلس مع الأستاذ عمر فأشعر بالخجل، لأنني أشعر بأنني صغير مقارنة بالأستاذ عمر، الشخصية المتنوعة الكبيرة العظيمة الهامة القامة، بعلمه بأدبه بخلقه بإنسانيته بمواقفه بدعمه بوجوده في كل مكان، يعني نبحث عن من يسد هذا المكان فلا نجد من يستطيع سد هذا المكان كالأستاذ عمر. هذا الإنسان المتنوع، الشاعر الروائي الكاتب المطرب الملحن، يعني من النادر أن نجد إنسانا بهذه الصفات بهذه الإمكانيات. لكن كثيرا ما أحزن منه أو ما أتضايق منه لأنه يسهم في إطفاء الحزن على حياتي بسبب مشاعره الجياشة وأحاسيسه المفعمة، ويعني وإنسانيته المفرطة. أستاذ عمر، شكرا على الجمال الذي أضفيته على حياتي أنا بشكل شخصي،
شكرا على كل شيء، على السابق والقادم. أنا ما هنأتك بالكتاب لأنك أكبر من أن تهنأ بالكتاب، وهذا الكتاب ما هو إلا خطوة من خطواتك في طريق الإبداع، وبانتظار القادم إن شاء الله تعالى. شكرا على منح الفرصة مرة أخرى للحديث، ولكن يعني لم أستطع أن يعني ينتهي اللقاء من دون أن أقول هذه الكلمات. شكرا لكل الحضور. لك دكتور، تفضل دكتور عاطف، تفضل. شكرا لك دكتور أحمد ديب. افتح الميكروفون دكتور عاطف. دكتور عاطف افتح الميكروفون كمان، هاي مرة ثانية افتح الميكروفون. نعم تفضل. السلام عليكم. من حظي السيء أني لم أقرأ الرواية لظروف الكورونا وحالات الوفاة التي يعني أثرت علينا جميعا. أصريت أن أتابع هذا الحوار، وحتى حينما انتقلت إلى السيارة لأني مرتبط بموعد أصريت أن أتابع هذا الحوار أيضا وأنا في السيارة. هذا الحوار ممتع، يسعدني أن أستثمر هذه المناسبة لأتقدم من أخي عمر بأرق مشاعر الامتنان والشكر لأنه أضاف للمكتبة العربية عملا أدبيا كما سمعت من الإخوة متميز. حكيت النور، آمل ألا نبقى في حكي التنور. أصريت أن أشارك لأبارك لك، وأعدك أخي عمر أن أقرأ هذه الرواية قراءة ناقدة في أقرب وقت ممكن. أتمنى أن تجد حظها، لأني حسب ما سمعت هي فيها شيء من النوستالجيا، فيها شيء من الحنين إلى الماضي ونقد الماضي ونقد تلك الثقافة، ثقافة التنور. آمل أن لا يبقى المجتمع العربي مجرد حكاية تنور، ينتقل إلى الفعل، إلى الفعل المباشر، وأن يسهم في بناء وعي جديد معاصر يستجيب لعصره ويستجيب للتحديات التي تواجهنا. العودة إلى الماضي لا تعني أن الكاتب يعود إلى الماضي لأنه فقط يحن إلى الماضي، ربما هو يستلهم هذا الماضي لينقد واقعا معيشا. من سوء حظي أني لم أقرأ. فقدنا الصوت معكم أستاذ عاطف، فقدنا الصوت. فضل كمل. غير أن كما قلت أعد أن أقرأ هذا العمل، أتمنى لهذا العمل أن يجد حظه من الدراسات النقدية وأن يجد حظ. شكرا لكم، شكرا لكم دكتور عاطف. أستاذ حكمة تفضلي. يعني نطالبك الآن بكلمة كلماتك الروائية عمر سعيد، تفضل. على رأسي، بداية دعيني أشكر كل من حضر، ودعيني أقول لعائشة بن نور الأخت الرائعة المميزة العذبة الدافئة، ألف شكر لها على تجشم العناء لتشاركني هذه الأمسية. شكرا لسليم صالحة الذي حضر من كندا رغم يعني مصابه الأليم، فهو قد فقد أخوين في فترة كورونا رحمهما الله، وإليه التعازي وجها لوجه مني ولكافة الأسرة. شكرا ل هذه الكتاب، شكرا لأسرة الإحسان التعليمية، شكرا للصديق الدكتورة دورين، للأستاذ أمين، الشكر الكبير للأخ سليم والأخ عفيف، للأستاذ الشاعر الكبير عمي عمر شبلي، الذين تحدثوا من سلطنة عمان الأخت نبيلة الشحي، كارولين طايع الرائعة الجميلة العذبة، لكل من حضر. ودعوني أن أقول شكرا للذين تواصلوا معي
بشكل خاطف وسريع أمثال إيلي شاربل وغيرهم. وأود أن أقول أن أشكر هذه العبارة التي قلتها في لقاء مع أكاديمية التميز التي دعتني إليها الأخت عائشة ودعتني للقاء مع أكاديمية التميز في الهند يومها. الليلة اسمحوا لي أن أقولها، قلت كانت أمي لا تتقن القراءة ولا الكتابة ولكنها وتغسل وجهي الصغير. حين كان أبي يعنفني وكانت أمي تحبني، فتعلمت الحب من أمي وكرهت السلطة في أبي. حين ماتت أمي وجدت في صندوقها الخاص كل قصصات الورق التي كتبتها وكل رسائل الغربة التي أرسلت بها إلى أهلي رغم أنها لم تتوقع، وهذا ما دفعني على الكتابة. إذا أقول منذ أن كلمت السماء الأرض بأولى كلماتها كان الإنسان، وأبدع الطين ذلك الذي نطق، لا شيء فوق الإنسان إلا الكلمة واللغة. إلى الآن ورغم كل ما قيل في الإبداع إلا أنه لا شيء يمكن من تحديد أصله، فالإنسان الذي يستطيع أن يكشف عن إنسانه بوسائل شتى من رقص وحركات وغناء وموسيقى ولون وتشكيل يدرك عميقاً ألا شيء يمكنه من إنسانه كاللغة. ذلك الكائن الناطق الصامت. فشكراً للغة العربية التي مكنتني من القول ثم جعلت مني اثنين، متحدثاً ومستمعاً، جعلتني صوتاً وصمتاً، جعلتني أنا وأنت وأنت، نحن وأنتم. فكل ما حدث في حكي تنور حدث في فترة صمتي، أو بالأحرى في فترة صمت اللغة في أيام الطفولة هناك، أيام كان علي أن أكون الساكت الوحيد والكل من حولي يقول. لقد صمت 55 عاما ولم يكن ذلك بالأمر الهين والسهل. لم يكن سهلاً أن أكتف الكلمات والأصوات في داخلي وأربطها كل تلك السنوات، حتى شعرت وكأني في عالم ملحق. لذا كتبت حكي تنور، كتبته لألج العالم الأساس ولأتخلص من الإلحاق. شكراً لأمي، شكراً لأبي، شكراً لكل الذين تحدثوا وأنا ساكت. شكراً للتنور، شكراً للغربة، شكراً لكل الذين تفوقوا علي بالإملاء. شكراً لكم فرداً فرداً، وكل الحب على ما قدمتموه لي في هذه الأمسية التي جعلتني إنساناً يحب نفسه. شكراً لكم. بعد صمتك عمر سعيد وكلامك كروائي في حكي تنور، تكون قد دعوتنا للتو إلى محاولة الكلام عما هو مخبوء فينا، مما يجيز لنا أن نطالبك بالمزيد من الإبداع والمزيد من الكتابة. شكراً لكل من حضر فرداً فرداً، شكراً لك، ونختتم هذا اللقاء بالبطاقة التعريفية. قبل ذلك دعيني أقول كل الذين راسلوني عبر الزوم الليلة في رسائلهم الخاصة لهم مني كل الشكر والتقدير والحب. وسنعيد البطاقة التعريفية لنسمح لكم بالانسحاب، لأنني أفضل أن تغادروني لا أن أغادركم. شكرا لكم. ولد الروائي عمر سعيد في لبنان، البقاع الغربي الصويري
في 1/1/1965 تخصص في الفنون المسرحية في جامعة بغداد أكاديمية الفنون الجميلة. صدر له لم تكن إيموزار لكنها كانت ما عدت أنتظر الشتاء فلا أنت تأتينا ولا المطر سوق الملح حكيت النور. له العديد من المسرحيات بالعامية والفصحى منها ثورة النساء، يوميات بوجريدة بجمهورية أحلى أرطة، كعشور، الباب العجيب، الناس والناس، صراخ الطمأنينة، ومحاولة القبض على النسيان. تصبحون على ألف خير وكل الحب.